تلفزيون وطنية يتمنى لكم رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين، مع جلسات أخوية رمضانية بعنوان قوانين التغيير الرمضانية. وحصتنا اليوم التي نبتدئ بها هذا اليوم المبارك بعنوان اكتشف السر من الصيام، أو لماذا نصوم، برعاية معهد وطنية ميديا للتدريب الإعلامي. توقف معي لنسأل سؤالا بسيطا، لماذا نصوم؟ وما السر من تشريع الله جل وعلا لصيام رمضان؟ أنا أعرف أنك ستحتار وتقول لي هو سؤال سهل جدا، سأصوم لعدة أسباب، ولكن كما قالوا قديما أصعب الأسئلة أسهلها، لماذا نصوم؟ سألت هذا السؤال للكثيرين، فقال للبعض إنني أصوم لكي أتذكر الفقراء والمساكين والمعوزين، فأجبته جوابا بسيطا، جلوسك بين مائدة بطول متر أو مترين لا أظنها ستذكرك بالفقراء والمساكين. وقال لي أحدهم مرة إنني أصوم لكي أتدرب على التحمل والصبر، وقال لي ثالث إنني أصوم لأجل الحمية ولأجل صحتي ولأجل تصفية دمي وجسدي من الأمراض والسموم. أقول لك رغم هذه الأجوبة إلا أنك لم تكتشف بعد السر والحكمة الأصلية من الصيام. شرع الله جل وعلا الصيام لحكمة واحدة، أن تتقي الله جل وعلا وأن تخافه في السر والعلن، أن تخافه في الخلوة والجلوة. ولهذا أقرب لك الفكرة بتقريب بسيط جدا. ألا تذكر بأننا في رمضان كنا أحيانا نتوضأ فنتحرز من قطرة ماء تمر خشية أن يبطل صومنا؟ ألا ترى أننا يمكننا في رمضان أن ندخل إلى الغرفة لنأكل ونشرب ونتمتع ثم نخرج أمام الناس ولا يلحظ أحد إن كنا صائمين أو مفطرين، ولكن رغم ذلك تجدنا نخشى الله جل وعلا وإن كنا لوحدنا في غرفة ضيقة مظلمة. هو السر من الصيام وهو الهدف لماذا نصوم. ولهذا ربنا جل وعلا أشار إلى ذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا أنا وأنت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس لعلكم تصحون أو تتحملون أو تجوعون، لا يريد الله منا أن يعذبنا بذلك، إنما لعلكم تتقون، أن تخشى الله في السر والعلن، أن تخشى الله في عينك، أن تخشى الله في أذنك، أن تخشى الله في يدك في بطنك، أن لا تمد يدك إلى الحرام. أما هديتي لك فهي عبارة عن هدية رمضانية بسيطة جدا، لا تأخذ منك إلا ثوان معدودة ستفعلها الآن معي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه عبادة بن الصامت، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل معي، يوجد في المسلمين اليوم 1,600,000,000 مسلم، فأنت قادر أن تكتسب 1,600,000,000 حسنة بمجرد أن تدعو معي بقولك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وهذه هديتي لك اليوم. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم، اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين واجعل قيامنا قيام القائمين. لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد.